السلام عليكم، اسمي عثمان بن موسى، سأتكلم لكم عن علاقتي مع اللغة العربية. عندما أتحدث بالعربية أشعر أنني بحالة جيدة لأنها لغتي الأم. أراه كلغاية مفيدة هنا في بعض البلاد في إفريقيا. أنا أدرس هذه اللغات كل اليوم في المدرسة الفرنسية 5 ساعات كل أسبوع وفي البيت. في الختام، أود استمرار في ممارسة هذه اللغات، وأعتقد أنها مفيدة. السلام عليكم، اسمي أيمن محمد، وأنا شاب في سن 14، أعيش في المغرب. علاقتي مع اللغة العربية هي علاقة جيدة. أدرس في المدرسة الفرنسية، وعندنا 5 ساعات من العربية كل أسبوع. في عائلتي اللغة الرئيسية هي العربية، وفي المجتمع المغربي العربي أساسية لفهم الناس. في البيت أتكلم الدارجة. أحب اللغة العربية لأن كنت دائما أجيب نقاط جيدة في هذه المدة مواد. وإنها لغتي الأمية وأحبها كثيرا.